بمناسبة اليوم العالمي للموئل، نوه المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان إلى جهود مملكة البحرين نحو تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وبالتحديد الهدف 11 المتعلق بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، حيث جعلته هدفا وطنيا ذا أولوية، وقطعت المملكة شوطا طويلا على صعيد تنفيذ هذا الهدف الذي استدركته منذ فترة طويلة. وأضاف الوزير أن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مستشهدا بما حظي به التقرير الوطني الطوعي الأول، منوها إلى أن المملكة بصدد إعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني، والذي يرصد تطور السياسات وخطط تنفيذ الأهداف التنموية خلال الفترة الماضية، تمهيدا لعرضه قريبا أمام الأمم المتحدة. وأشار وزير الإسكان إلى أن الحكومة تبنت محور ابتكار حلول إسكانية فورية تضمن للمواطن الاستفادة الفورية من الخدمات الإسكانية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الإسكانية عبر موقع وزارة الإسكان والبوابة الوطنية، وكذلك عبر تطبيق إلكتروني شامل لجميع الخدمات. تمثل عنوان اليوم العالمي للمستوطنات البشرية لهذا العام بالتعجيل في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل عالم خال من الكربون، وتمثل المدن المساهم الأكبر في نسبة الانبعاثات لغازات الاحتباس الحراري في المناطق الحضرية. وتقدر الإشارة بأن مستقبل كوكبنا يعتمد على العمل الجماعي بين القطاع الخاص والعام ومكونات المجتمع ومؤسسات الأكاديمية وجميع أصحاب المصلحة المعنيين لإنشاء المدن وأحياء مستدامة ومحايدة من حيث انبعاثات الكربون وشاملة لجميع أطيافها. وبهذه المناسبة يسعدنا أن نرحب بتدشين مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مملكة البحرين، ومع إنشاء مكتب الوكالة في البلاد سينضم إلى جهود أسرة الأمم المتحدة الموحدة لدعم مملكة البحرين من خلال وزارة الإسكان في تحقيق أولوياتها الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف 11 بشأن المدن والمجتمعات المستدامة.